السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد. والنهاردة معانا موقع مش جديد، ولكن احنا كنا بنتكلم في هذا الموقع على جزئية بعينها. هنشوف ايه الجديد في هذا الموقع، وكنا قبل كده بنتكلم عن ايه في هذا الموقع، وهو تطبيقات الذكاء الاصطناعي. معانا النهاردة في feednews.com، بتخش على جوجل وبتكتب feednews AI، او تخش تكتب اليو ار ال feednews.com، هيوديك للموقع مباشره. لما كنا بنتكلم من قبل، كنا بنتكلم ازاي نعمل افاتار او فيديو افاتار باستخدام هذا الموقع، وده كان اشهر حاجه كان في هذا الوقت، يعني اللي كنا احنا بنشرح فيه مشهور بهذا الموقع. وليه رجعت للموقع ده تاني؟ رجعت الموقع ده تاني لان انا جاي لي سؤال وتكرر كذا مره الجزء المتعلق بيه. انا عندي صوره وعايز احولها لفيديو افاتار او فيديو بيتكلم، واحنا عندنا مواقع كتيره جدا ممكن تعمل الموضوع ده، ولكن تقدر ان انت تعمل الكاستم افاتار بتاعك بالشكل اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. مش شرط ابدا ان انت تستخدم الافاتارز الموجوده في المواقع، الا لو كان الموقع بيحدد لك فقط افاتارز معينه، او يقول لك في المدفوع ممكن تستخدم كاستم افاتار. والكاستم افاتار هو الافاتار اللي انت عايز ترفعه وتستخدمه. لو انا رحت للفيد نوز في اي اي تولز، هلاقي في حاجات كتيره وادوات كتيره جدا موجوده في هذا الموقع، منها الاي توكينج فوتو، وهي المقصود بها هنا يعني الصوره انها تتكلم، وعندك الاي اي تكست تو سبيتش، والاي اي افاتار جنريتور، والاي اي باك جراوند ريموفر، وده موجود في مواقع تانيه مش حاجه جديده يعني، والاي اي فوكال ريموفر اللي هو لو في ميوزك مصاحبه للصوت بيشيل الفوكال او الميوزك، وعندي الفيس سواب، وعندي الاي اي فويس تشينجر، والاي اي كرتون جنريتور. ده بالنسبه للفري اي اي تول. هنا تقدر ان انت تكرييت فري اي فيديوز ان 1 مينيت باستخدام هذه التول. وتعالوا كده نبص على الامكانيات الموجوده هنا. لو رحت هنا مثلا للبروفايل بتاعي، هلاقي في عندك كاستم افاتار، وفي عندك انك انت اللي هي الحته اللي انا عامله بيها الفيديو اللي فات، يعني الفيديو الناس اللي شافت الشورت فيديو اللي فات، انا كنت استخدمت تمبلتس جاهزه موجوده جوه الموقع ممكن استخدمها عشان اعمل بيها شورت فيديو. والناس اللي عندها محتوى عباره عن شورت فيديو او برومو فيديو مدته لا تتعدى 1 مينيت ممكن انها تستخدم هذا الموقع بشكل مجاني، ولكن الووتر مارك هيكون موجود على الفيديوهات، وانت ممكن تعمل اديت على كانفا او هذه المواقع. وتعالوا نشوف مع بعض. هنا انا عندي نوعين من التمبلت، اللاندسكيب والبورتري. البورتري ده اكتر مخصص للستوري على انستجرام او اليوتيوب شورت او الريل، هيكون معاها الموضوع ده افضل بكتير جدا. انت بتروح تختار التمبلت اللي انت عايزه على سبيل المثال، وتبتدي ان انت تستخدم التمبلت دي. وعلى فكرة انت ممكن تغير الافاتار اللي موجود جوه التمبلت زي ما عملت الفيديو اللي فات. اللي ما شافش الفيديو اللي فات حطلك الرابط في الوصف اسفل الفيديو، وهو عبارة عن شورت فيديو بستخدم فيه التمبلت، بستخدم فيه التمبلت اللي انا عايزاه، وده اللي جايين نركز عليه النهاردة. نبص بس قبل ما نخش في الجزئية دي، ونبص بصة سريعة على الحاجات التانية الموجودة عندي كمان هنا. بالنسبة للتولز الموجودة الأخرى، اتفقنا ان في تولز كتيرة، منها الاي اي تكست تو سبيتش والاي اي توكينج فوتو. مثلا على سبيل المثال هديك مثال، مثلا هناخد الصورة دي وابتدي ان انا احط فيها سبيتش معين. انا اوريدي عملتها يعني الفيديو ده، هوريك النتيجه بتاعته كمان شويه. الجزء بتاع الاي اي فيس سوابر، ان انت يعني تحاول ان انت تكون حد تاني غيرك يعني، وبصراحه يعني انا مش شايفه ان دي حاجه حلوه قوي يعني ان انا استخدمها فور فري. يعني انا بحب دايما ان انا اخد الحاجه اللي تفيد او الحاجه اللي هتنفع يعني. فانا بصراحه شايفه الاي اي توكينج فوتو ممتازه جدا، ان انت تراي فور فري، ان انت تخلي صوره معينه تتكلم، ودي اتكلمنا عنها من قبل برضه، حط لك الرابط في الفيديو اسفل الفيديو. بترفع الصوره وبتبتدي ان انت تحط السبيتش بتاعك وتعمل جنريت لي الفيديو. والجميل بقى اللي ما كانش موجود في الفيديو اللي فات، وان هو بيدعم الان اللغه العربيه. لما كنت اتكلمت في الفيديو القديم عن فيد نوز ما كانش بيدعم اللغه العربيه. انا قلت لك ان دلوقتي المواقع بتحاول انها تعمل ديفلوبمنت وامبروفمنت وتطور علشان تجذب اكبر عدد من المستخدمين.
شوف الفيدز تول، الحته بقى اللي احنا جايين نتكلم عنها النهارده، وهي الجزء المتعلق بالتمبلت. وفي التمبلت انا هختار تمبلت وابتدي اشتغل عليه. اولا الناس هتقول لي طب انا عايزه اجيب صوره تانيه وعايزه اعمل صوره. عشان تنشئ صوره او شخص نفسه ممكن تروح لليوناردو، ومن ليوناردو تنشئ الشخص اللي انت عايزه، وتبتدي تشيل الباك جراوند لو انت عايز. ابتدي ادوس على الباك جراوند، وهنا هبتدي اروح هنا نو باك جراوند، هيديك الصوره من غير باك جراوند، وانا دايما بفضل ان انا اشتغل من غير باك جراوند. اوكي، فهنا هنشوف الصوره من غير باك جراوند هتكون بالمنظر ده. بعد كده هبتدي ان انا احمل الصوره بتاعتي، وابتدي اروح لشات جي بي تي عشان اجيب السكريبت اللي انا عايزاه. كنت عامله هنا سكريبت معين، السكريبت ده انت هتاخده كوبي. وممكن هنا ابتدي اروح لاي تمبلت بقى، انا ممكن اختار لاندسكيب تمبلت او بورتري. طبعا البورتري مناسب اكتر زي ما قلت لك للشورت فيديوز. التمبلت ده مثلا على سبيل المثال يوز ذيس تمبلت، وبستخدم التمبلت ده. انت ليك هنا حوالي 3 minutes there، يعني 3 minutes for free في اليوم تقدر انك انت تستخدمها. وهنا بختار اللغة، هبتدي اروح اختار اللغة، اختار اللغة العربية. وفي حاجات في المدفوع وفي حاجات في المجاني. انا مثلا هروح اختار حميد وهعمل select بالمنظر ده، وهختار السبيد بتاعتي هخليها السبيد العادية. وهنا ممكن افعل او ما افعلش وجود سبتايتلز. سبتايتلز يعني كلام يظهر هنا او لا. لو برومو فيديو ما انصحش بموضوع السبتايتلز، لكن لو فيديو طويل شوية عن دقيقة ممكن تعمل الموضوع ده. هنا هبتدي احط يعني الكلام اللي انا عايزة احطه. هفترض مثلا ان انا يعني ايه هقصر شوية عشان الجينيريشن وعشان طول الفيديو او مدة الفيديو. وبعد كده هبتدي اروح للشخص ده، انا مش عايزة الافاتار ده، انا هروح اعمل سيلكت عليه وابتدي ارفع الافاتار اللي انا عايزاه. هبتدي اعمل يعني اهو ابلود ماي افاتار، هبتدي ان انا ارفعه عندي اهو بالمنظر ده. وادي الشخص اهو اللي انا عايزاه الافاتار بتاعي، هقول له جنريت ذيس توكنج افاتار. اهو ادي الشخص، ممكن اخليه سكوير، ممكن اخليه سيركل على حسب ما انا عايزه. ممكن هنا العب في الباك جراوند، ممكن ما اخليش في باك جراوند، ممكن اخلي في باك جراوند برضو، دي حاجه يعني براحتي خالص. وابتدي ان هنا اكتب الكلام اللي انا عايزاه. انا هقفل السبتايتلز عشان ما يظهرش. ابتدي اكتب في التمبلت اللي انت عايزه. وبعد ما تعمل يعني الكلام اللي انت عايز تكتبه وكل حاجه انت عايزها، عايز تشيل الصوره دي وتحط مكانها صوره تانية، شيل الصوره دي وحط مكانها صوره تانية، دي حاجه راجعه لك. يعني ممكن تقف عليها وتعمل لها ديليت وتحط باك جراوند تاني خالص. ادي او باك جراوند مختلف تماما بالمنظر ده كده. وابتدي اكتب اللي انا عايزاه واعمل كاني بالظبط كده يعني ايه بشتغل على كانفا، بغير الفونت، بحط تكست، بعمل اللي انا عايزاه، بعمل انيميشن اللي انا عايزاه، كانك بالظبط شغال على كانفا. وفي الاخر خالص بتعمل جينيريت، وهنا بيديك بريفيو للكلام المكتوب. فانت هنا عشان تعمل جينيريت كمان هيحسب لك انت ليك قد ايه. لو انا رحت عملت جينيريت هنا انت ليك 3 دقايق في اليوم، فخد بالك في البرومو فيديو اللي انت هتعمله ان هو ما يزيدش عن 3 دقايق في اليوم. هنا مثلا هينفع يعمل لي جينيريت لي، ممكن انا اكنسل مش عايزه اعمله عشان بس ما استهلكش على الفاضي لان انا مش عايزه اعمله. وفي الاخر خالص بنشوف الفيديو عامل ازاي. أهلا بك في قناة كل يوم موقع جديد، تقدم القناة كل يوم موقع جديد ومفيد، نهتم بالتطبيقات التي ستخدم. زي ما احنا شايفين ده الفيديو اللي أنا حطيته في الشورت، معمول بنفس الطريقة، بتحط اللوجو، بتحط سبسكرايب لو انت عندك محتوى على اليوتيوب، بتعمل اللي انت عايزه، بتحط الباك جراوند اللي انت عايزها، وفي الاخر خالص بتبتدي ان انت ترفعه على المنصة اللي انت عايزه، سواء كان يوتيوب مثلا هنا سبسكرايب، او تعمل انستجرام ستوري، او ريل على الفيسبوك، ده حاجه طبعا راجعه لك. موقع النهارده موقع ممتاز جدا، ممكن تستخدم الخطه المجانيه وتستفيد من الخطه المجانيه. فحاول ان انت تستغل المواقع دي في الخطه المجانيه علشان تطلع منها محتوى كويس.
خالص. انت لما بتستقر على موقع اكيد في الاخر لو هتستخدمه البيزنس خاص بيك اكيد طبعا هتنتقل الى الخطة المدفوعة. اشوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد ان شاء الله. يعني انا بحاول قدر الامكان ان انا اجاوب على الاسئلة بتاعتكم الخاصة في التعليقات. بقول لك في نهاية كل فيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو كنتم من متابعينا الاعزاء ما تنساش اللايك وشير والكومنت. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.